اهلا بيكم، ازيكم؟ اتمنى تبقوا بخير. النهارده حبيت اعمل فيديو عن نصايح للمبتدئين في الكمان. دي حاجات كانت هتفرق معايا شخصيا لو كنت اعرفها في بدايه ما بدات اتعلم، بالذات للناس اللي بتتعلم في البيت لوحدها من غير اي ارشاد من حد او من غير كورسات. قبل ما نبدا حابه بس اشكر كل الناس اللي بتسيب لي تعليقات سواء ايجابيه او سلبيه، لان فعلا ده بيشجعني. لو انتوا اول مره بتشوفوني يا ريت تاخدوا لفه في القناه جايز تعجبكم، وتعملوا اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا نبدا على طول. النصيحه رقم واحد هي انك تخلي الكمان في مكان سهل الوصول ليه وفي نفس الوقت امن، بحيث انك انت تبقى شايف طول الوقت قدامك، فده هيشجعك انك تتدرب اكتر. يعني لو انت معدي مثلا من جنب المكتب ولقيت الكمان محطوط عليه، هيجي لك ممكن يديك دافع انك تبدا تتدرب دلوقتي، غير مثلا لو انت حطه في العلبه بتاعته وقفله وعينه على جنب، فساعتها هيبقى يعني ممكن تكسل انك تفتحه، لسه هفتحه وهطلعه كده. يعني يفضل انك يبقى قدامك وشايفه على طول، بس طبعا المكان ده يكون امن بحيث ان محدش يخبطه بالغلط او يقعد عليه او يوقع حاجه عليه او الكلام ده. النصيحه رقم 2 هي انك تحط علامات او لاند ماركس على الفينجر بورد او المرايه بتاعتك كمان زي دي بالشكل ده، بحيث انك انت في البدايه بتكون في ناس كتير بتواجه صعوبه في انها تعرف ايه المكان المفروض صباحهم ينزل عليه على الفينجر بورد. فيعني العلامات دي بتساعد في البدايه كتير، بحيث انك تبقى يعني شايف انت بتضغط فين لحد ما ايدك تتعود على المكان الصحيح وتبقى مش محتاجه ساعتها ممكن تشد. العلامات دي ممكن تجيبها من اي مكتبه موجوده بسهوله، حاجه زي كده. ممكن تشوف فيديو على يوتيوب يقول لك ايه الاماكن اللي المفروض تحط فيها كل علامه، وده هيساعدك كتير جدا في البدايه لو انت بتتعلم لوحدك، لانك ما بيبقاش عندك اي فكره عن المفروض تبقى تطلع النغمه دي ازاي. فدي طريقه جميله جدا لاول فتره انت بتتعلم فيه. تالت حاجه هي البينكي هاوس او البيت بتاع الصابع الصغير. ده بيبقى مكان بتحط فيه صابعك الصغير زي كده، لان يعني في ناس كتير في البدايه وانا شخصيا كنت بواجه مشكله كبيره في اني اثبت الصابع الصغير فوق، كان يعني دايما بيتزحلق او ساعات كتير بيبقى يعني مش في مكانه مظبوط. فده سهل عليا كتير، يعني لو هتحطه هتلاقي ان هو اسهل بكتير ان صابعك يفضل في مكانه وما يتحركش. طريقه عمل البينكي هاوس ده او مثبت الصابع الصغير هو انك بنجيب الكتريك تيب زي ده او اي سولوتيب عموما اي لزق، بناخد منه حوالي 5 سنتي، وبعد كده بنطبقه من النص بحيث ان احنا نبقى سايبين حته بتلزق وحته مش بتلزق. بعد كده بناخده وبنلفه على صابعنا الصغير بالشكل ده وبنشيله وبنقلبه على الحته اللي ما بتلزقش، بندخله تاني في صابعنا الصغير، وبعد كده بنلزق الجزئين اللي بيلزقوا في بعض وبنتنيهم بالشكل ده وبنحطه على القوس بالشكل ده، وبناخد قطعة حوالي 5 سنتيمتر تانيين وبنقسمها بالنص زي كده، وبناخد كل جزء وبنحطه جوه البينكي هاوس ده، بعد كده بنلفه من تحت القوس وبناخد الجزء التاني وبنعمل نفس الحاجة بالظبط على الناحية التانية، وبيطلع معانا بالشكل ده وبيسهل علينا كتير. رابع حاجة هي الميوت أو كاتم الصوت، هو ده بيبقى حاجة مطاط كده بالشكل ده، بتتحط على البريدج بتاع الكمان بحيث ان احنا لما بنعزف واحنا بنحطه بنلاقي الصوت اتكتم. بيساعد جامد لو انت قاعد في البيت مع ناس مثلا او مع عيلتك، بيساعدك انك تتدرب اكتر وبسهوله لانه الصوت مش عالي فمش بيزعج حد. لو ما فيش امكانيه انك تجيب الميوت ده، ممكن تستبدله او تستغني عنه بمشبك خشب زي ده، بتحطه برضو على البريدج وبيدي نتيجه قريبة من الميوت. هي مش نفس النتيجة بالظبط في كتم الصوت، ولكنها قريبة منها.
خامس نصيحة هي انك تختار اغنية كهدف ليك. لما بتبتدي تعزف يفضل انك تختار اغنية تحطها كهدف او كتارجت. الاغنية دي انت تبقى عايز تعزفها بافضل طريقة ممكنة وتقعد تدرب عليها لحد ما تتقنها. ده بيديك دافع انك حاجة انت عايز تتدرب عشان توصلها، انت عايز تكمل تدريب عشان تخلص الاغنية دي وعشان تبقى بتعزفها بشكل كويس، بدل ما تبقى قاعد تعمل تمارين وخلاص والموضوع يبقى ممل. دي بتديك شوية دافع بالذات لو الاغنية دي انت حاجة انت بتحبها او اغنيتك المفضلة، ده هيبقى انجاز بالنسبة لك لما توري حد الاغنية دي وانت بتعزفها قدامه. سادس نصيحة هي ان الانتظام في التدريب اهم من طول عدد ساعات التدريب. يعني مش الصح انك انت تيجي في مرة تقعد 3-4 ساعات بتتدرب في سيشن واحدة وبعد كده تبطل تدريب لمدة اسبوع وترجع الاسبوع اللي بعده تكمل. يبقى احسن لو انت كل يوم اتدربت ربع ساعة او حتى 10 دقايق يوميا، ده هيدي نتائج افضل من انك تيجي في مرة تتدرب كتير قوي وبعد كده تبطل. لما بتتدرب بانتظام الاستمرارية دي بتخلي مخك يستوعب اللي اتعلمته السيشن اللي فاتت وبيخلي التطور بتاعك اسرع. سابع نصيحة هي انك تاخد بريك في نص التدريب. لما بتقعد تتدرب فترات طويلة غالبا ايدك وكتفك وظهرك بيبقى واجعك لان مسكة الكمان ذاتها بتوجع شوية، فيفضل انك كل بين كل فترة والتانية تاخد بريك. حتى لو انت مش تعبان يفضل انك ترتاح شوية في النص بحيث انك انت ما تزهقش بسرعة، ده هيطول فترة التدريب بتاعتك وهيخليك مستعد انك تتدرب لفترة اطول ومش هيخليك تيأس بسرعة انك ريحت شوية في النص. تامن نصيحة هي انك تصور نفسك وانت بتعزف. لما بتصور نفسك لو حطيت الفيديو ده مثلا على فيسبوك وبعد كده لقيت كومنتات من اصحابك، الكومنتات دي هتشجعك جدا انك تكمل، وحتى لو حد قالك تعليق سلبي على حاجة معينة التعليقات دي بتساعدك انك انت تعرف مفروض تشتغل على ايه وده هيساعدك تتطور اسرع. غير انك انت لما بتصور نفسك بعد كده بيبقى عندك مرجع بتشوف انت كنت فين وبقيت فين دلوقتي، فده برضو بيشجعك وبيحسسك انك بتتطور وبيخليك تبقى عايز تتدرب اكتر عشان تتطور اكتر. وفي نفس الوقت لما بتسجل لنفسك او بتصور نفسك بتعرف انت غلطت فين او غلطت في ايه او محتاج تشتغل على ايه، فدي حاجة فادتني انا شخصيا جدا واعتقد انها هتبقى مفيدة للكل. تاسع حاجة هي انك تحدد اخطائك وتحاول تشتغل عليها. يعني مثلا لو انت بتعزف اغنية معينة ولقيت ان في جزء فيها انت مش عارف تتقنه كويس، مش الصح انك انت تقعد تعيد في الاغنية وتعيد العزف من اوله لاخره. الصح انك انت تشوف الجزء اللي انت غلطت فيه وتقعد تتدرب عليه وتشوف ليه الصوت طالع وحش، تحاول تحدد ايه المشكلة بالظبط وتحاول تشتغل عليها. يعني مثلا لو لقيت ان الصوت بيزيق حاول تحدد المشكلة جاية من ايدك اليمين ولا الشمال وجاية من ايه بالظبط، وحاول تعمل خطة او تغير شوية في حاجة وتشوف ده هيدي نتيجة ولا لا. لو ادى نتيجة تمام يبقى هي دي كانت المشكلة، لو لسه برضو الصوت مش كويس ساعتها ممكن تفكر في فكرة تانية او طريقة تانية لتحسين عزفك ده، بدل ما انت تكون قاعد بتعيد وتزيد في الاغنية وانت مش عارف تحدد بالظبط ايه المشكلة. فانت لازم تحدد بالظبط ايه المشكلة وتحاول تلاقي حلول انك تحل المشكلة دي. النصيحة العاشرة والاخيرة هي انك لازم تكون عارف ان الموضوع بياخد وقت. الكمان مش آلة سهلة ابدا، ان ما كانتش من اصعب الالات، وانك تتعلمها ده شيء بياخد وقت، فانت لازم تكون عارف ده وفي نفس الوقت تكون صبور وما تيأسش. ولازم تكون عارف ان كل الناس بتاخد شهور ان ما كانش سنين على بال ما تعرف تطلع صوت كويس من الكمان، فدي حاجة طبيعية جدا. اهم حاجة انك ما تيأسش وتفضل مكمل، واهم من كل ده انك تكون مستمتع. يعني مش تتدرب عشان انت لازم تتدرب، انما تفكر في الموضوع انها حاجة ممتعة وانت بتحب تعملها، وتحاول تخلي فترة التدريب دي حاجة ممتعة ومسلية، لانك في الاول وفي الاخر مش بتتعلم عشان في حد بيجري وراك ومخليك تتعلم غصب عنك، لا انت بتعزف عشان انت بتحب الآلة دي وعايز تتعلمها، فلازم الموضوع يكون ممتع. لو لقيت نفسك في يوم مش قادر او ما عندكش طاقة انك تتدرب النهاردة مش مشكلة، عادي ممكن تكمل يوم تاني. لو انت كل يوم بتتدرب ساعة مثلا وجيت في يوم حسيت انك مش قادر تتدرب اكتر من ربع ساعة او 10 دقايق فتمام جدا، دي مش مشكلة. اهم حاجة بس انك ما تضغطش نفسك، لان الواحد في البداية بيبقى متوقع نتيجة بسرعة فبيضغط نفسه قوي، فده بيخلي التدريب تجربة سيئة او مرتبطة بمشاعر سلبية عنده او حاجة بتضغطه، فده بيخليه ساعات ما يكملش. فلو انت في مرة لقيت نفسك مش قادر تمام جدا كمل يوم تاني، مش نهاية العالم ولا حاجة،
واهم حاجة بس انك تكون صبور ومنتظم وتستمتع بوقتك وبس. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واتمنى يكون حد استفاد منه. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، ولو عايزين فيديوهات زي دي اكتر ممكن تسيبولي في التعليقات، او لو عندكم افكار لنوع تاني من الفيديوهات حابين تشوفوه او اسئلة او اي اغنية حابين تسمعوها ممكن تسيبولي كل حاجة دي في التعليقات واكيد هشوفها. شكرا على المتابعة واشوفكم مرة جاية.